Directeur général délégué, c'est Jadel Sharaf qui doit nous rejoindre tout de suite. Merci pour votre patience. Je sais que vous avez attendu pendant longtemps. شرف كبير ليا بانه المجلس الاداري ديال السوجام شرفني واعطاني هذه المسؤوليه ديال الرئاسه باغ انتيريم لمده 3 شهور فهذا الشرف بالنسبه ليا وفي نفس الوقت مسؤوليه كبيره وكان جو ميزور هذه المسؤوليه فابتداء من الغد ان شاء الله هذيك جميع الفعاليات ديال السوجام منهم اعضاء المجلس الاداري للجهات لا الفريق البرلماني لا لي كوميسيون ديال السي جي ام لا لي ريجيون غادي نباشروا العمل ديالنا لان بزاف ديال المشاريع ديجا كي سون لونسي في لا سي جي ام وخصنا نكثفوا من العمل ديالنا من اجل الصالح ديال المقاوله المغربيه والصالح ديال المغرب بصفه عامه. الولايه المؤقته بدات من اليوم غتنتهي ان شاء الله في 22 في شهر 1 2020 نهار ديال انتخاب ديال الرئيس الجديد ان شاء الله. كيفما لاحظتوا اليوم كان المجلس الاداري ديال الاتحاد العام ديال السي جي ام وكان فيه المصادقه على التعيين ديالي هذه حاجه اللي انا فخور بها والحاجه الاخرى اللي شفتوها وكانت مهمه بزاف هو التعيين ديال واحد الرئيس في هذا البيريود ترانزيسيون اللي دابا غادي تمكن السي جي ام تكمل الخدمه ديالها راه كتشوفوا بانه ما يمكنش نحطوا الخدمه كاين لو بروجي دو فينانس كاين هذا الشيء ديال تمويل المقاولات هذا الشيء ديال التكوين المهني الى اخره فالسي جي ام ما حبساتش الخدمه من مور دونك استقاله ديال صلاح الدين زوار واليوم عندنا رئيس اللي غادي يقدر يبدا الخدمه من غدا الصباح وحنا فخورين بهذا الاجتماع اللي كان اليوم وكان فيه بزاف ديال الاخذ والرد وهذه طريقه مسؤوله ديال السي جي ام باش تزيد القدام كل شيء يقدر يهضر كل شيء يعطي الاراء ديالو وفي الاخر كان واحد كونسنسوس واحد الاجماع على اختيارات اللي كنظن انتم شفتوها واضحه وما فيها حتى شي ما بقى دابا الاسئله كلهم جاوبنا عليهم واللي مهم بزاف هو انه لي ستاتيو القانون الداخلي الاساسي ديال لا سي جي ام تحترم بالحرف وهذا كيعطي واحد الفكره على الديمقراطيه الداخليه اللي كاينه في السي جي ام وعلى الميساج اللي كتعطي السي جي ام كممثل ديال القطاع الخاص. Ils ont également validé le transfert des dossiers relatifs au développement de commission climat des affaires présidée par M. Abdelkader Boukhlis, que vous connaissez bien.